اهلا بكم. الحقن المجهري مش بس اللي احنا بنتكلم عليه في الدقائق التي نستضيف فيهم احد نجوم الحقن المجهري هنا. الحقن المجهري منظومه صعبه جدا يا جماعه، مش مجرد الانيميشن اللي انا شايفه. يعني اقول لكم ايه، اختزل الحقن المجهري، بس لازم نعمل هذا الانيميشن. يعني لما نيجي نشوف انيميشن الحقن المجهري صاحب البويضات، شيء يبدو للعين خطوات يعني إلى حد ما بسيطة. لا، هي مش بسيطة، ده معقد جدا، وكل خطوة تحتاج إلى مهارة ودقة شديدة جدا. سحب البويضات لو ما تعملش بدقة شديدة هضر المريضة جدا، وربما أصيب أثناء سحب البويضات استراكشر، ممكن يحصل مشكلة. الحقن نفسه تحت الميكروسكوب ده، واللي يعمل ده غير اللي يعمل ده، يعني مفيش حد يقول انا هعمل الشغلانه كلها، مفيش كده. ده فريق عمل كبير، كل واحد له مهاره خاصه بيه. الميزه الحقن المجهري كمان طب ممزوج بتكنولوجيا، يعني تركيبه غريبه في عالم الطب، ما بنشوفهاش كتير. بنشوفها طبعا يعني في فروع طب كتير قوي، اللي هو المهاره الطبيه الممزوجه بالتكنولوجيا، بنشوفها في الرمض، بنشوفها في المسالك، بالبروستاتا، أجهزة، يعني في حالات تانية أو حاجات تانية لا، المهارة هي الأساس، لكن هنا مهارة وتكنولوجيا. في بقى حضانات، فالحضانات دي هندسة لازم ليها صفات معينة، أساطر، مناظير، مش عارف منظار رحمي بيعمل إيه، وإذا كنت هحتاج أعمل منظار تاني هيحصل بإيه، قصص تكنولوجية مرتبطة بالحقن المجهري. عشان كده ما تستهونوش بالحقن المجهري يا جماعة. وعشان كده برضه أقول إنه الحقن المجهري يبدو للناظر يعني للعين كأنها عملية أو أسلوب علمي مش صعب، لا ده هو صعب جدا جدا جدا. تعالوا نحكي النقاط دي وكواليس الحقن المجهري مع ضيفي العزيز، اسمه متميز للغاية. النهارده ضيف العزيز الاستاذ دكتور احمد السيد، استشاري تاخر الانجاب والحقن المجهري بالمركز المصري العريق لاطفال الانابيب وتاخر الانجاب، عضو الكليه الملكيه للنساء والتوليد اللندنيه، وزميل البورد الاوروبي لامراض النساء والتوليد والجمعيه المصريه للخصوبه والعقم. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك دكتور ايمن. اهلا وسهلا. انا بدات حواري من حته مشاهد الناس الحلوه الذكي هي القطه، والحته هي قبل ما ادخل معاك في الكلاسيكيات، لأنه وإن كان يبدو الحقن المجهري أمر مش معقد، لكنه هو في الحقيقة معقد جدا. وده يخليني أقول حاجة مش هتجاوب عليها في الأول، بس عشان أقول لك أنا ليه قلت المقدمة دي، إنه كثرة والتواجد المبالغ فيه لمراكز الحقن المجهري الغير مؤهلة إنها تكون فعلا مركز حقن مجهري أصبح كارثة، ويضر بالبلد الشغلانة أكتر ما يفيدها. خلينا بس نبدأ الأول، ما هو الحقن المجهري؟ طيب خلينا نقول الأزواج اللي بيتم تشخيصهم بمشاكل أدت إلى تأخر الحمل ومحتاجين يعملوا حقن مجهري، أول حاجة بنعملها في المركز المصري للأطفال الأنابيب إن إحنا بنقعد معاهم ونفهمهم يعني إيه حقن مجهري، إيه هي خطوات العلاج، الفترة الزمنية المتوقعة لحد العملية، عشان يبقوا معانا خطوة بخطوة ويبقوا فاهمين كل اللي إحنا بنعمله. فأول زيارة للمريضة بنعمل لها سونار مهبلي لتقييم كفاءة المبيض والرحم، وبنطلب من الزوج تحليل سائل منوي عشان نطمن على الحيوانات المنوية بتاعته، وبنطلب منهم تحاليل عامة للإطمئنان على وظائف الجسم عشان سببين، عشان المريضة دي هتعمل العملية تحت تأثير مخدر عام فنبقى مطمنين عليها، وعشان كمان هتاخد أدوية تنشيطية بجرعات كبيرة فلازم نبقى مطمنين على حالة الكلى والكبد بتاعها. أول خطوة فعلية إن احنا بنحدد بروتوكول العلاج اللي المريضة دي هتاخده حسب سن المريضة، حسب وزنها، حسب مخزون المبيض بتاعها، حسب استجابة المبيض بتاعها للتنشيط، لو حصل تنشيط قبل كده بنختار البروتوكول وجرعات العلاج المناسبة لكل مريضة. والتنشيط بيبدأ أو تحفيز المبيض بيبدأ في أغلب الأحوال من بداية الدورة، وبيستمر تقريبا من 10 ل 14 يوم، بنتابع فيهم المريضة أو بنشوفها من 3 ل 4 مرات. اللي بنعمله إن احنا بنقيس الحويصلات أو البويضات اللي بتكبر، وبنطمن إن جرعات العلاج اللي ماشي عليها مظبوطة مش محتاجة تزيد ولا بتقل.
بعد فترة المتابعة البويضات بتوصل لحجم كويس، والحجم الكويس ده بالنسبة لنا تقريبا من 18 ل 21 ملي، بنقول على البويضات بتبقى ناضجة. عند هذه المرحلة ممكن ننتقل لمرحلة أو لعملية سحب البويضات بره الجسم. عملية سحب البويضات هي عملية إلى حد ما بسيطة ومشاكلها قليلة، بتتم تحت تأثير مخدر عام وبتتعمل بالسونار المهبلي. اللي بيكبر قدامنا بالمناسبة بالسونار دي حويصلات جواها بويضة، عشان في سيدات بيجوا يقولوا لنا أنا كنت بتابع قبل كده والبويضات بتاعتي كويسة. لا، البويضات ما بنعرفش هي كويسة ولا لا غير ما نسحبها بره الجسم ونفحصها تحت الميكروسكوب. فلما بنسحب المية اللي جوا الحويصلات دي نبدأ تحت الميكروسكوب ندور على البويضات ونقشرها وننتقي البويضات الكويسة بس، ودي اللي هنشتغل بيها. في نفس اليوم بناخد عينة سائل منوي من الزوج ونبدأ ننتقي أحسن الحيوانات المنوية الموجود، ودي خطوة مهمة جدا في النجاح، لأن اختيار الحيوان المنوي الكويس اللي الحركة بتاعته كويسة واللي مش مشوه بيعليلي جدا التخصيب بتاع البويضات، فدي حاجة مهمة جدا بيقوم بيها دكاترة معمل الأجانب. أنا طلعت البويضات الكويسة، نقيت أحسن حيوانات منوية موجودة وحقنتهم جوا بعض، عشان كده اسمه حقن مجهري. لما حقنتهم جوا بعض انا بقول للمريضه طلعت كام بويضه وحقنت كام بويضه كويسه، وبعد 48 ساعه بقول لها كام بويضه من اللي اتحقنوا خصبوا. بعديها بيوم في اليوم الثالث بقول لها كام بويضه من اللي خصبوا كملوا انقسامات وكونوا اجنه. وهنا ابقى انا وصلت لمرحله الجنين في اليوم الثالث. لو عندي اجنه عددها كبير ممكن استنى عليهم ينقسموا اكتر واستنى لحد اليوم الخامس. لو العدد قليل بنعمل زرع الاجنه في اليوم الثالث. ده بيتم بالتشاور ما بين دكتور النساء ودكتور معمل الاجنه والمريضه على حسب سنها وعلى حسب عدد الاجنه اللي موجوده وكفاءتها، بنحدد هنزرع في اليوم الثالث او الخامس وبنزرع كام جنين. طيب عمليه زرع الاجنه عمليه بسيطه جدا جدا، 95% من العيانين ما بيحتاجوش اصلا تخدير فيها، بتتم بقسطره رفيعه قوي بنخش بيها جوه الرحم ونحط جنين او اتنين، ولو عندي اجنه زياده بجمدها. بعد ما زرعت الاجنه بقول للمريضه ايه الارشادات والادويه العلاجات اللي هتمشي عليها الفتره القادمه. ومن اهم الارشادات اللي بنقولها في المركز المصري للعيانين ان الراحه التامه في السرير حاجه غير مطلوبه. ده المعمل بتاع المركز المصري اللي احنا شايفينه. مظبوط. ده 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 جزء مهم جدا، ودي ال 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 الحضانات. بالظبط، دي الحضانات دلوقتي الاحدث في العالم. المعمل تم تطويره بقى يعني حاجه مذهله، من احدث المعامل في العالم. ودي بقى الحضانه الذكيه الديسك توب تقريبا حاجه كده، مش انا شاطر كده بقى الديسك توب غير الحضانه الذكيه. ايوه الاثنين عندنا، الاثنين موجودين. ما هو الديسك توب ليها يعني قيمه برضو. اكيد. ده ميكروسكوبات الحقن المجهري نفسه. مظبوط. يعني كل حاجه بقى هنا مع السهم ده بقى لازم تقعدوا تذاكروا الفيديو ده، مهم قوي. نقعد كل حاجه ليها معنى، المعمل يعني ده شيء مهم، واجزاء وكل حاجه ليها استخدام وكل حاجه ليها قيمه كبيره. طبعاً. المنطقه بتاعه المعمل ده مهم قوي، يعني منطقه المعمل دي مخصصه لدكاتره المعمل. يعني احنا نفسنا كدكاتره نساء ما بنخشهاش، لان هي منطقه متخصصه جدا، ودكاتره المعمل عندنا على اعلى مستوى، وده اللي بيخلي نسب نجاح المركز المصري للاطفال الانابيب هي نفس النسب النجاح العالميه. ما شاء الله ما شاء الله. طيب لما وصلنا ان احنا حطينا الاجنه وزرعناها، بنقول ان من الارشادات المهمه قوي ان العيانه تتحرك بعد العمليه، لان في سيدات كتيره بتفضل نايمه بعد العمليه ما بتتحركش خالص، ودي حاجه غلط جدا. الحركه الطبيعيه ما فيهاش مشكله، بننبه عليها ما تشيلش حاجه تقيله، ما تبذلش مجهود زايد، لكن الحركه الطبيعيه اليوميه دي حاجه مطلوبه جدا جدا. لو عندي اجنه زياده بجمدها للاستخدام المستقبلي. لو السيده ربنا كرمها بنقول لها تعمل اختبار حمل بعد اسبوعين من الزرع وان شاء الله تكون حامل. لو ربنا كرم وحصل حمل وجت بعد سنتين ثلاثه عايزه تعمل حقن مجهري تاني، عندي اجنه مجمده جاهزه، بحضر بطانه الرحم بادويه بسيطه جدا ونزرع الاجنه. ولو ربنا ما قردش وما حصلش حمل برده مش محتاجه تتكلف تكاليف الحقن المجهري من اول وجديد لو عندي اجنه مجمده. اللي احنا شفناها اخر لقطه شفناها هي التجميد بتاع الاجنه. تمام. ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل؟ ايه المشاكل اللي ممكن تحصل؟ لان انا هبدا هنا بقى نوصل للنقطه اللي انا بدات بيها. لانه واحنا بنتكلم قبل التصوير قلت لي انه العدد بتاع المراكز الموجود كتير، لكن مش كلهم ماشيين على الستاندرايزيشن العالمي. عشان كده احنا بعتنا كاميرات وصورنا الحاجات دي ليه؟ عشان يبقى قدام الناس هو ده الستاندر.
ستاندر في كل حاجه حتى في الدهانات. يعني انا صورت الحيطه لان دي حيطه بتاعت معمل اطفال انابيب او معمل حقن المجهري. تمام صح كده؟ مظبوط. طيب خلينا نقول ان عمليه الحقن المجهري فعلا زي ما حضرتك بتقول هي عمليه معقده وبسيطه في نفس الوقت. لو اتبعنا الارشادات والتوصيات الطبيه العالميه زي ما بيتم عندنا، العمليه مضاعفاتها تقريبا بتبقى بسيطه جدا جدا وممكن ما يبقاش فيه مضاعفات خالص. لكن في مضاعفات ممكن تحصل. في مشكلتين كبار بنقابلهم في الحقن المجهري. المشكله الاولى اللي هي مشكله الاستجابه الزايده من المبيض او فرط التنشيط. ودي بتحصل لما المبيض بيطلع عدد بويضات كبير قوي اكبر من اللي احنا متوقعينه، وده بيحصل كتير في العيانين اللي عندهم تكيسات مبيض عشان مخزون المبيض بتاعهم كبير، او العيانين الرفيعين قوي لو خدوا جرعات تنشيطيه كبيره. طيب ازاي نتفادى مشكله اللي بيحصل، ازاي بيحصل الاستجابه الزايده دي؟ ان لو المبيض محتقن قوي وحصل حمل، المبيض بيطلع مواد معينه بتخلي المياه تبدا تتكون في البطن وفي الصدر وحوالين القلب، ونسبه التجلطات بعد الشر بتبقى كبيره. فممكن نوصل لمشاكل كبيره جدا تنتهي بالمريضه في المستشفى او في الرعايه المركزه لو ما اهتمناش بالموضوع من اوله. طيب ازاي نتفادى موضوع الاستجابه الزايده او فرط التنشيط من البدايه؟ التشخيص السليم. المريضه عندها تكيسات، سنها صغير، وزنها قليل، لازم بروتوكول معين للمرضى دول عشان نمنع حدوث فرط التنشيط. ما نتغشمش مع الستات دول. جرعات التنشيط زي ما قلت لحضرتك، جرعات التنشيط حاجه حلوه. تعبير ما نتغشمش. ان احنا يعني ايه ما نتغشمش في اللهجه المصريه بتاعتنا؟ ان انت بتروحش جاي للمريضه مديها جرعه تنشيط كبيره قوي وهي مش هتستحملها، وهي حالتها البدنيه والجسمانيه والفسيولوجيه مش مناسب ليها الجرعه الكبيره من صح. التنشيط مش لازم اطلع اكبر عدد من البويضات على حساب هي ده اللي ما تتغشمش بالظبط كده. ومفيش مشكله ان انا لو اديت جرعه تنشيطيه المتابعه حسيت ان الجرعه زايده ان انا اقلل الجرعه عشان الحق نفسي تاني. اوكي طيب لما تابعنا المريضه ووصلنا لمرحله سحب البويضات، لو سحبنا البويضات ولقينا عدد البويضات اللي طلع كبير جدا والمبيض محتقن جدا، عند المرحله دي بنقول للمريضه احنا هنزرع، احنا هنجمد الاجنه، هنزرع او هنحقن البويضات بالحيوانات المنويه الموجوده ونكون الاجنه، بس بلاش ننقلها لان هرمون لو حصل حمل والمبيض محتقن كده ده هو اللي هيؤدي الى فرط التنشيط. خلينا نجمد الاجنه ونخلي المبيض والرحم يرتاحوا شهر او اتنين. التجميد هنا بقى عظمه جدا جدا, جداً. افاد الناس دي قوي وخصوصا في المراكز. ما ينفعش ارجع للاجنه، واخدين بالكم، في حاله يكون الجسم فيها في حاله يعني عصبيه شديده من ناحيه الهرمونات، هرمونات كلها ضربه في السماء. اجي انا بقى احط كمان جنين ممكن يحصل حمل، فهنا التجميد اللي احنا شايفينه ده حاجه عظمه جدا، مهم جدا جدا. وخصوصا لو نسب نجاح الاجنه المجمده زي الفريش في المعامل اللي زي عندنا. فليه اعرض المريضه لريسك لما ممكن اريحها شويه وانقل الاجنه في دوره ثانيه او دوره بعد ثالثه وتكون الدنيا، وهنا ابقى وصلت لمرحله ان مفيش فرط تنشيط مش ممكن يحصل لو عملت كده. فبالمتابعه الكويسه والبروتوكول الكويس ممكن امنع اول مشكله كبيره تقابلنا. المشكله الثانيه اللي بتقابلنا هي الحمل المتعدد او التوائم، ودي مشكله. دي مشكله في مصر ما بيعتبروهاش مشكله، بره دي مشكله كبيره جدا جدا. طيب ازاي نتفادى مشكله زي دي؟ هو الحقيقه الحمل الصحي مشكله طبيه، هي مشكله من ناحيه طبيه، يعني في ريسك على صحه المراه من حمل التوأم. صح. هي الحمل منخفض الخطوره هو الحمل في واحد. لان الحمل المتعدد زي ما حضرتك قلت هو حمل عالي الخطوره. عالي الخطوره ليه؟ لان مشاكل احتماليات الاجهاض والولاده المبكره اكتر، مشاكل زي ضغط الحمل وسكر الحمل بتبقى هو تسمم الحمل، تسمم الكلامسي والبريكلامسي اكتر طبعا جدا. أوكي. في التوائم. فعشان كده دايما هدفنا في المركز المصري ان المريضه تحمل في واحد. هل احنا بنزرع جنين واحد؟ مش في كل الاحوال. لو الجنين توب كواليتي او جودته كويسه قوي والعينه سنها صغير بنزرع جنين واحد، لكن في احيانا كتير بنزرع اكتر من جنينين. ليه بنعمل كده؟ عشان نزود فرص الحمل، لان السيده اللي زرعت لها جنينين نسبه الحمل فيها اكتر من السيده اللي زرعت لها جنين واحد. الحاجه الثانيه ان تجميد الاجنه وفكها بيبقى ليه تكلفه، مش كل المرضى الحقيقه بتقدر تتكفل بيه، فبدل ما نرمي او نتخلص من الاجنه بنحط اكتر من جنين في المره الواحده، لكن بنحط كذا جنين ونقول يا رب تحمل في واحد عشان الحمل يمشي كويس. حتى لو حملت في توأم
خلاص بالمتابعه الطبيه الجيده ان شاء الله نوصل بيهم للشهر التاسع وما يبقاش في ولاده مبكره. في عجاله بقى، هل يمكن اعاده الحقن المهجري وكم مره؟ هو ما فيش عدد معين ممكن نقف عنه، طول ما المريضه حالتها الصحيه والنفسيه تسمح ممكن نعمل حقن مجهري. اهم حاجه ان احنا نكون صراحه مع المريضه ونقول لها نسبه النجاح في كل مره قد ايه. فهو لو المريضه سنها صغير، عندها عدد كويس من البيضات، تحليل السائل المنوي بتاع زوجها كويس، وبتكون اجنه كويسه، ليه لا؟ ممكن نفضل نجرب لحد ما يحصل حمل. بس في معلومه مهمه قوي، ان الحقن المجهري بينتهي عند زراعه كل الاجنه اللي خرجناها. لان يعني في مرضى بيجوا لي يقولوا لي مثلا احنا عملنا حقن مجهري 3 مرات، ولما اخد التاريخ المرضي اعرف ان هي نقلت مره فريش ومرتين مجمد، كل دول على بعضهم هي محاوله واحده للحقن المجهري. فلما انقل كل الاجنه اقول المحاوله دي نجحت او لا. لكن مفيش وقت معين، لكن ممكن نقول عند سن معين ممكن ما ننصحش الازواج ان هم يعملوا حقن مجهري. تقريبا كل التوصيات العالميه بتقول ان بعد سن 43 سنه نسبه نجاح الحقن المجهري تقريبا معدومه او قليله جدا جدا. فلو المريضه عملت حقن مجهري قبل كده وجايه لنا بعد سن 43 ما بننصحهاش انها تعمل حقن مجهري. ما يزعلوش الستات من السن، معلش مش كلامنا ده، كلام منظمه الصحه العالميه. وعلى راي بقى الاستاذ العزيز الله يرحمه الاستاذ جميل راتب في فيلم الكيف، قال له الكلام ده من عندنا، قال له لا دي من كلام منظمه الصحه العالميه، كلامنا ما يسريش علينا. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور احمد السيد استشاري تاخر الانجاب والحقن المجهري بالمركز المصري للاطفال الانابيب، عضو الكليه الملكيه للنساء والتوليد اللندنيه، وزميل البورد الاوروبي لامراض النساء، وعضو الجمعيه المصريه للخصوبه وتاخر الانجاب، واحد من نجوم طبعا المركز المصري العريق في عالم الاخصاب. نورت وشرفت واسعدتني باسلوبك العلمي الرشيق الشيق. الشرف لينا يا فندم. نورت وشرفت. الله يخليك. هو في سؤال مش هتجاوب عليه لان انا عارف انت مش هتجاوب عليه، ماذا يفعل في الشغلانه وجود مراكز حقن مجهري غير مؤهله؟ ما يتقالش عليها مركز حقن مجهري ولكن هي مراكز بين قوسين ما مش ماشيه على القواعد العلميه، ما عندهاش الاكويبمنت، ما عندهاش التكنولوجيا بتاعت الحقن المجهري وما زالت بتشتغل الشغلانه، ماذا يفعل ذلك؟ طبعا الاجابه اكيد واضحه في السؤال، يعني ده سؤال مش محتاج يعني. هو الحقيقه لو هنختصر الاجابه في كلمه واحده، ان المراكز دي بتظلم العيانين، لان العيانه بتصرف الحقن المجهري حاجه مكلفه نفسيا قبل ما تكون ماديا. فتره العلاج وفتره انتظار اختبار الحمل من الفترات اللي صعبه جدا على اي سيده. فهو لما نعمل العمليه دي في مركز بيتبع الاجراءات والتوصيات الطبيه العالميه، على الاقل نبقى عملنا اللي علينا عشان نوصل لاعلى نسب نجاح. انت قلت هي حاجه بتظلم العيانين، هذا هي الاكثر قسوه، اما الاكثر خطوره فانها تظلم الشغلانه نفسها، تظلم العلم نفسه. خليكم مع الاسئله.